صباح الخير عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنشكركم بزاف على الدعوات ديالكم، على لي كومونتير الزوينين اللي كتخليو ليا. شكرا بزاف. في هاد لا فيديو هادي ديال اليوم غادي ترافقوني انا والعائله ديالي الصغيره. غنمشيو لواحد المحل كبير ومعروف بالاتات وعندهم داكشي زوين، ولا مارك سويسريه كنظن، اولا من السويد. لا من السويد يمكن عرفتوه، اللي هو المحل ديال ايكيا. قبل ما نتوجهوا لمحل ايكيا، دزنا لهاد الباتيسخي هادي باش نكوموندي على الحلوات لعيد ميلاد ديال ولدي، لان العيد ميلاد ديالو ان شاء الله هاد السيمانه هادي. كيف كتشوفوا ما شاء الله عندهم بزاف الحلاوي وبزاف الاشكال، ولكن انا جبت معايا الشكل اللي بغيت، لانني قلبت في انترنت ولقيت واحد الشكل اللي عجبني بزاف وهو اللي بغيت ندير في العيد ميلادي ان شاء الله، وعطيته لهم وقالوا لي راه يقدروا يخرجوا لي كيف ما هو. وكيف كتشوفوا عندهم بزاف الاشكال الحلاوي، ميلفاي، فوغي نوار، بزاف الاشكال، وعندهم حتى داكشي صالي كيصاوبوا مثلا بيتزا، لازانيا، بزاف الاشكال والانواع ديال المملحات. صراحه هذا المحل زوين بزاف، وراجلي قال لي راه ما بين احسن المحلات اللي كاينين هنا في بوسطن، اللي هو شيف. ما صراحه اللي ما عرفناش ما نقدروش نحكموا عليه. اون فوا سالينا مع الكوموند ديال الحلوى، شدينا الطريق لايكيا اللي ما شاء الله شاد واحد المساحه كيف كتشوفوا، يعني كبير بزاف. ما عرفتش ديال المغرب واش قد هكا، لانني هذاك ديال المغرب عمرني ما مشيت ليه، كنت كنمشي غير لكيتيا اولا موبيليا، يعني هذوك لي كونكورون ديالو. مي ايكيا كان بعيد علينا شويه، ومن غير حتى البعد حتى لي بخي كانوا شويه طالعين بالنسبه زعما للمغاربه يتقدوا من ايكيا شويه قاصحه، صوف الناس اللي لاباس عليهم الله يزيدهم والله يرزقنا من ما رزقهم. ولكن بالنسبه للناس خدامين خدمه عاديه كيشدوا واحد 4000 5000 6000 درهم في الشهر، ما يمكنش ليهم يبقاو يتقدوا من ايكيا وقت ما خصاتهم شي حاجه. ولكن هنايا لي بري صراحه ريزونابل، كاين شي حوايج لي شويه معيقين فيهم، ولكن كاينين شي حوايج اللي كتلقى الثمن كاليتي بري. وبالنسبه للخلاص ديال الميريكان راه كتجيهم مزيانه. هنايا كيف كتشوفوا طلعنا في لاسونسور باش نتوجهوا لبروميير ايطاج ونكتشفوا شنو فيه. كيف شفتوا الدخله ديال البروميير ايطاج على لي فوتوي اولا شنو اللي كيتسموا هنايا الصوفا اولا الكاوتش، حيت هنايا ما كاينش داكشي ديال السدادر والصالونات المغربيه وداكشي بلدي على حقو طريقو. هنا كاين فوتويات في ليفين روم كيديروا فوتوي، كوزينه اللي كانت عندهم كبيره حيت هنايا لي كوزين امريكان محلولين على غليسا، حتى هي كيديروا فيها شي فوتوي صغير مقابل مع التلفازه. وكيف ما شفتوا عندهم دي ديزاين خطيرين، بحال هاد الفوتو هذا حمقني، مع انا تنحمق على شي حاجه سميتها الاحمر والبيج ولا الاحمر والكري. دونك غالبا غيكون عندهم شي مهندس ديال الديكور هما اللي كيصاوب ليهم هاد لي ديزاين هادو، لان داكشي فريمون تيهبل. هنايا غتشوفوا طويبلات ديال يعني اللي كيتحطوا قدام الفوتوي، كاينين اشكال وانواع، كاين هذاك الفو ماربغ يعني كيكون هذاك الرخام الصناعي، كاين الدجاج، كاين الخشب اللي حليتي عليها فمك كتلقاها عندهم هنايا في ايكيا. واخا انا صراحه تنفضل داكشي ديال الخشب، يعني قد ما كانت الحاجه طبيعيه ومن الطبيعه ما كتطلعش لك في الراس، اما الا شريتي شي حاجه ديال الرخام شي حاجه ديال الدجاج ولا شي حاجه ديال الحديد، انا كيجيني داكشي دغيا كيطلع في الراس، تقدر دوز بها 6 شهور عام غتبغي تبدلها، ولكن ملي كتكون شي حاجه طبيعيه ما كتطلعش لك في الراس، وخصوصا الخشب
انا تعجبني الخشب بزاف. من تما دزنا لهاد البلاصه هادي اللي دايرين فيها عاوتاني دي ديزاين ديال غريسات بلي فوتوي وطويبلات. كيف كتشوفوا راه قلت لكم داكشي عندهم غزال، بحال هاد الكليسه هادي دايرين فيها بيرو من اللور، سورتو بالنسبه للناس اللي عايشين في دي زابارتمون اللي شويه صغار اولا لي ستوديو، يعني تيوريوهم كيفاش يختاروا الحوايج اللي غيبينوا لي سباس زوين وكبير و او ميم طون داكشي يعني متول يعني صغيور وعلى قد على قد ديك الدويره، كيعطيو افكار زوينه بزاف. وانا صراحه خديت شحال من فكره من عندهم. هنايا دزنا لهاد البلاصه هادي اللي فيها هاد الكريسيات اللي تيكونوا تيجيو مع لي فوتوي ان انصامبل، سوا كتاخد ان انصامبل مقاد سوا كتختار نتا الالوان اللي بغيتي. كاين اللي بغى يدير فوتوي في الكري وكرسي في الاحمر، اولا كرسي في الكري وفوتوي في الكحل اولا شي لون اخر. المهم عاطي الاختيار للناس فين يديروا يعني الافكار ديالهم ويطبقوهم في الصالونات اولا في الكليسات ديالهم. كيف قلت لكم هنا ما عندهمش القضيه ديال الصالون وبيت الكلاس، هنا عندهم يعني داكشي اوبن محلول، وعندهم ليفين روم. هذه هي الكليسه اللي كيسميوها هنايا ليفين روم. من تما دزنا نشوفوا هنايا هذوك لي ستاند ديال التلفازه، يعني علاش كتحط التلفازه. هذه واحد لا سالا مونجي اللي صراحه عجبتني، ولكن المشكل فيها انها لاصقه مع هذاك مع هذاك الماريو اللي اللور يوي مفيكسيا، يعني عندها غير جوج رجيلات من هنا ومفيكسيا من الجهه الاخرى مع هذاك الماريو اللي فيه هذوك لي زيتاجير. كيف قلت لكم يعني كيوريو الناس كيفاش يجيغيو لي سباس. هنا تنقلب واش لاصقه ولا ما لاصقاش، مي ايفيكتيفمون كانت صراحه لاصقه مع الماريو بواحد الكلوات باش الناس بحال هكا اللي ساكنين كيف قلت لكم في دويلات صغار يجيغيو لي سباس اللي عندهم. هنا كيف كتشوفوا دزنا لجهه لي سالا مونجي اولا لا كويزين، يعني الكوزينه اون جينيرال عندهم شي كوزينات يا سلام. ولكن بالنسبه هنايا للدور الكبار، لان كيف كتشوفوا لا سالا مونجي فيها 6 الكراسي يعني 6 الناس، وكاين اللي كتوصل حتى لاربعه الكراسي من كل جهه يعني 8 الناس. هادو كوزينات كبار ولكن تعطي واحد الفكره للناس اللي باغين مثلا ياتوا الكوزينه ديالهم اولا الكوزينه ديالهم طلعت لهم في الراس باغين يبدلوا فيها شي حاجه، تعطيو افكار للناس كيفاش يجيريو لي سباس اللي عندهم. وغالبا هادو كيف قلت لكم غير الديور الكبار. هنايا جينا للبلاص لي سالا مونجي مفرقين بالنسبه مثلا الديور الصغار اولا الديور القياسيين العاديين، وعندهم بزاف تشكيلات زوينين كيف كتشوفوا، سواء وحدين صغار يعني فيهم غير جوج كراسة اولا اربعة الكراسة وكيوصلوا حتى لستة الكراسة. والميزة ديال هاد المحل هذا انه تعطيك الاختيار، يعني تقدري تاخدي طابلة في شكل وكراسها تاخديهم اباغ، ماشي بالضرورة تاخدي داك الديزاين اللي حاطين لك. الا عجبتك غير الطبلة بوحدها وبغيتي تنوعي بكراسة اخرين من جهة اخرى تقدري تشري الكراسة من هذيك الجهة، يعني هو راه نفس المحل ماشي زعما من جهه اخرى، تما تاخدي كراسه مختلفين والطبله مختلفه، ماشي بالضروره الديزاين اللي محطوط هو اللي خصك تشريه. هادشي صراحه باش كيعجبوني كيعطوك الاختيار، يعني مهم شري، مهم يخليوك تخسري وتشري من عندهم. وهنايا دزنا لجهة بيت النعاسات لي شومبر كوشي، عاطين دي ديزاين عاوتاني ديال بيت النعاسات. كيف كتشوف هاد بيت النعاس هذا، غتشوفو عاوتاني واحد بيت نعاس اخر. هاد بيت النعاس هذا وقفت عندو لان
عجبتني الطواليت اللي دايرين، ومشيت بقيت كنبقشش وكنقلب تنشوف يعني كيفاش دايرين لهذا الشيء، حيت انت ملي كتوصل انك تبغي تبدل مثلا شي حاجه في بيت النعاسه ولا في الحمام ما تيكونوش عندك افكار كثيره. لو ما الواحد ملي يمشي لبحال هاد المحلات ياخذ افكار او يصور باش يبقى عاقل، وكاو بغى يبدل شي حاجه يكون عنده ديجا الافكار واجدين. من تما دزنا لهاد الديزاين ديال البيوت النعاس ديال الدراري الصغار، دايرين داكشي فنيون ومتحمق، سواء بالنسبه للبنيتات سواء بالنسبه للدراري، عاطين يعني مختلف الافكار. كاينين عاوتاني بيت النعاس ديال الدراري الصغار اليونيسكس بحال هذا، فيه البيض والكري، يعني تقدر ديرو للبنيته ولا ديرو للوليد. هذا عاوتاني بالنسبه للبنيتات مع فيه الغوص. من بيت النعاسه ديال الدراري الصغار دزنا لهاد الجهه هذه اللي هي ديال المعن، وهنايا بدينا بالسوبيرات. كيف كتشوفوا هنا وقفت لان ولدي طيح الرضاعه وكان خصني صافي نجمعها باش ما يبقاش نعطيها ليه ويبدا يطيحها. كيف قلت لكم هنايا بلاصه المعن، وبدينا ببلاصه السوبيرات، وصراحه السوبيرات ديالهم واعرين دايرين يعني الاختيار، كاينين ديال الميكا وكاينين ديال الدجاج، ولكن انا كنفضل ديال الدجاج. كيف قلت لكم ديما الحاجه الطبيعيه من الاحسن، وغالبا الدجاج ديما كيكون حسن من الميكا، لان الميكا فيها شويه ديال لي برودوي شيميك ماشي بحال الدجاج، واخا حتى هو راه مصاوبين بدي برودوي لي شيميك، ولكن صغاس تحسن من الميكا. وعندهم واحد الكونسيبت هنايا ان تقدري تشري السوبيرات بغلايقهم، اولا تقدري عاوتاني تشري سوبيرات بوحدهم وتاخدي لهم الغلايق اللي عجبوك نتيا، مثلا بغيتي غلايق في الحمار في الخضار، ماشي بالضروري تاخدي الغلايق اللي هما حاطين. كيف قلت لكم هذا الكونسيبت هذا زوين بزاف، تيخليو لك الاختيار. من تما دزنا لهاد البلاصه هذه فيها لي بلانط، مشيت شفتي الثمن وتخلعت ورجعت في حالي لان الثمن ديال دوك لي بلانط كان شويه طالع، واخا دي بلانط ارتيفيسيال. وهنايا كيف كتشوفوا بلاصه الزرابي دايرين يعني اشكال والوان ديال الزرابي، وعندهم حتى شي زرابي بحال الشكل ديال المغرب، زرابي تركيين. وهنايا دزنا البلاصه لي بلانط، صراحه هاد لا سيكسيون هادي كتعجبني بزاف، دايرين هنايا دي بلانط ارتيفيسيال بوحدهم، ودايرين لي بلانط اللي هما يعني حيين بوحدهم بالاثمنه ديالهم، غير هما كيغليو شويه هاد لي بلانط هادو. بحال هادوك اللي شفتو طوال كانوا دايرين تقريبا 60 دولار يعني 600 درهم، شويه قاصحه بالنسبه لواحد لا بلانط، واخا هي غديلك بزاف، ولكن ما نحطش انا في بلانط اكثر من واحد 30 دولار على الاكثر 300 درهم. هادشي باش كنا حنا كناخذوا لي بلانط في القريعه كنعقل ديك الساعه، لان في الدار عندنا في المغرب عندنا دي بلانط في المرح. الشمع هو اخر حاجه شفنا قبل ما نخرجوا هنايا للديبو. هذا الديبو هذا هو اللي كتكون فيه السلعه اللي كبيره، مثلا لي صالا مونجي، لي فوتوي، لي زارموار، المريوات، اي حاجه يعني اللي كبيره شويه في الحجم كتجي هنايا كتجيب لهم لا ريفيرونس، وكتقلب في الجهه اللي فيها هذيك الحاجه اللي بغيتي وتتهزها في الشاليو كديها تخلصها. كيف ما غتشوفوا الناس هنا واقفين هازين شي لعيبات، يعني واخدينهم سوا من الديبو او لو شارينهم من قبل الا كانت شي حاجه صغيره. هنا حنايا كنا كنقلبوا على واحد الطويبله خديتها للصالون او للجليسه ديالي اللي عندي هنايا في الدار، وكنا كنقلبوا على يعني الكولوار فين غنلقاوها. من بعد ما خلصنا دوك الحويجات اللي شرينا دزنا هنايا الخرجه، مشينا جهه لاسونسور باش نهبطو. كيف كتشوفوا هادو كلهم دي كاس،
تبارك الله باش تعرفوا شحال الاقبال ديال الناس على هذا المحل هذا، ومازال هذا الشيء وغي في وسط السيمانه، يعني ما مشيناش بالويكاند. نورمالمون في الويكاند تيكون الزحام اكثر، الناس تيجيو بكري، داكشي علاش حنا راه مشينا بكري ولكن ما لقيناش الزحام. هذا كيف كتشوفوا تنحاولوا نخويو الكوفر باش نخشيو فيه ديك الطويبله اللي خدينا، لان الكوفر صراحه يلا مع طويبله والكروسه ديال ولدي صافي غيعمر. دونك حاولت نستفهد شي شويه باش نخلي لي سباس في الكوفر. وهنايا تتسالي الخريجه ديالنا مع الخرجه ديالنا من الباركينغ. نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم وتكونوا فوجتوا معنا شويه هاد النهار هذا في ايكيا، ونقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.